بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. لو حضرتك عندك برنامج جوجل كروم ففي شويه اضافات ممكن تحملها للبرنامج، وفي شويه حاجات ممكن تضيفها انت البرنامج، عايز تضيفها ولا ما تضيفهاش براحتك. احنا بقى كمشجعين برشلونه عندنا اضافه كده اسمها خد تشجيع حزمه منتخب الارجنتين مع البيع لميسي القائد وميسي الامبراطور. ما ينفعش يطلع كده من غير ورا بطوله دوليه في تاريخه، لازم على الاقل يطلع له كده حتى بحته كوبا امريكا. فتلاقي نفسك رايح بتشجع منتخب الارجنتين النهارده في كوبا امريكا في افتتاحه لمبارياته قدام منتخب تشيلي. منتخب تشيلي اللي كان نوعا ما في فتره من فترات بيلعب كره حلوه قوي وكان بيقدم اداء جميل، بس مع مارتن لازارتي هو اللي مسك المنتخب دلوقتي مدرب النادي الاهلي السابق، لا تنتظر كره جميله، لا تنتظر اي حاجه. اول حاجه الوحيده اللي هو ممكن يعملها ان هو تلاقي ان هو ودى كارلوس باراسيوس مكان جان مينيسيس اللي هم الاثنين هفاض، جاب ده هنا وده هنا. هو كان بيعملها في النادي الاهلي ما كانش بيعمل غيرها. اما سكالوني فهو ماسك المدرب علشان خاطر هو اسمه ليونيل فقط لا غير. فالراجل بيروح يجيب ايميليانو مارتينيز، قال لك عندي حارس كويس اخيرا غير ارماني وغير كابايرو، وراجل بيلعب مش كابايرو اللي بيباع الدكه بيجي ويخربها هنا عندنا، لا حط ايميليانو مارتينيز. وتمام دي عشان خاطر ماسك عليها شيكات انا ورئيس الاتحاد، وبحط معاه لوكاس مارتينيز وجونزالو مونتيل ونيكولاس تاجليافيكو لعيب اياكس اللي الناس كلها كانت بتقول يا ده واحد من اكتر الفرد اللي شغاله في خط دفاع الفريق، والراجل هيكون باك هجومي كويس. وجوفاني روسيسي وباريدس وكمان رودريجو دي بول ونيكولاس جونزاليس ولوطارو وميسي. طيب دي تشكيله كلوز كوتا نوعا ما، ميسي ولوطارو وتحتيه جوفاني وكمان موجود باريدس، يعني معنى كده ان انت عندك نص ملعب محترم وخط هجوم محترم، معناها انك قادر ان انت تخلق فرص. شوط اول منتخب الارجنتين لما يخلق اي فرصه كالعاده يعني، وميسي بتجيله الكره ثابته بيحطها بكل ابداع وبكل اتقان في مرمى كلاوديو برافو، علشان خاطر نلاقي منتخب الارجنتين بعد الهدف خد المود اللي هو نرجع بقى لورا، نكسكس بقى لورا كده، نقعد بقى نطلع بالشوط الاول متعادلين، نطلع بالشوط الاول كسبانين احسن ما نطلع متعادلين. وبنخش غرف الملابس ومنتخب الارجنتين بينزل، والله يا جماعه كويس سجلنا اهو، يلا بقى يا جماعه نحاول ان احنا نجيب الهدف الثاني. قال لك احنا لو جبنا الهدف الثاني عندنا مشكله في الهجمات المرتده، بنلاقي ان لوكاس مارتينيز وبنلاقي كمان اوتاميندي بيتوه في المرتدات، فنلعب بيهم زون ما بيعرفوش يلعبوا زون، اوتاميندي ما بيعرفش ياخد كوره عاليه، ومارتينيز ده حالف ان اوتاميندي لو عمل ماتش كويس هو هيخربها، فبتلاقي ان في مشكله. فالكره الوحيده اللي بتتقطع من منتخب الارجنتين بتتلعب ورا لوكاس مارتينيز، بتلاقي ان هي اتشطت، ايميليانو مارتينيز طلع اهي سهله وخفيفه اهي، اترد لارتورو فيدال تاجليافيكو يقول لك طلاق ثلاثه ما هسيبها، يا يشيله يا طلعها، وفعلا بيشيله وتتحسب ضربه جزاء. والازمه ان الحكم قرر ان هو يرجع للفار، او الفار قال له تعالى اتفرج عليها دي ما فيهاش حاجه. انا بصراحه كنت فاهم ان هي بيدوروا على طرد لتاجليافيكو لان تاجليافيكو ما لمس الكره اساسا، والراجل دايس في ارتورو فيدال وشايطه، فقلت هيطرده، لقيت ان هو لا دي بياكدوا ان هم ضربه جزاء. الله ده الكره في امريكا الجنوبيه اللي احنا كنا بنقول ان هي ابداع وامتاع دلوقتي بقت بلاله خالص. بيخش في دالي يشوط، بيتصدى ايميليانو مارتينيز، بتترد فارجاس، بيسجل هدف التعادل. وبعدها بنشوف 10 تغييرات ولا بنشوف فرص ولا بنشوف اي حاجه، لان الفرصه الوحيده اللي جت لمنتخب الارجنتين كانت كروس اتلعبت جت لنيكولاس جونزاليس، والراجل لعبها بطريقه سيئه نوعا ما، او مش سيئه هو عشان خاطر بيلعب في منتخب الارجنتين فالكره ما جاتش، لان الكره كروس في الست يارد هتعملها كده هتخش، بس عشان خاطر الراجل قرر ان هو يعملها كده سيافت خالص والكره طلعت منه، علشان خاطر منتخب الارجنتين ده ياكد لك عزيزي مشجع برشلونه ان دي اضافه لا تستحق التحميل ولا تستحق انك تحرق دمك 90 دقيقه ورا هذا المنتخب لاجل ميسي. انا بطلت ان انا اشجع منتخب الارجنتين من ساعه كاس العالم للامانه. اما الناس اللي كانت بتشجع منتخب راكوسين التانجو والارجنتين والكلام ده، فهذا جيل يا صديقي لم يعد يجذب اي حد من مشجعي منتخب الارجنتين القدامى ان هم يستمروا في تشجيع منتخب الارجنتين، لان ده فريق سيء ما حدش عارف هو منتخب الارجنتين ناويين يعملوا ثوره امتى، ناويين يمشوا سكالينو امتى، كل حاجه بيلبسوها لميسي، وان ميسي هو اللي بيختار وميسي هو اللي بيعمل، ونفس الكلام كان بيتقال عندنا في برشلونه، وميسي هو السبب في كل ده، وميسي في الاخر يطلع جوري يقول لك ايه وعدي انا وميسي ان احنا ناخد كوبا. تاخد الكوبا ايه ده، انت لو قعدتوا تلعبوا في البطوله دي لوحديكم ولعبتوا مع شويه لعيبه من الشوارع في البرازيل، ولا هتاخدوا البطوله ولا هتنيلوا اي حاجه، لان انتوا مش منتخب، انتوا لعيبه بيجيبوكوا يحطوكوا في الملعب، محدش فاهم لكم بتلعبوا خطه لعب ولا حد فاهم انتوا بتنيلوا ايه، علشان كده عمركم في حياتكم لا هتاخدوا بطوله، ولا عمركم في حياتكم هتلاقي ان ميسي طالع بيرفع كاس دوليه، لان منتخب الارجنتين النسخه الحاليه لا يستحق اي حاجه سوى انك تدعي له بالرحمه والمغفره لفريق كان اسطوري ودلوقتي حالته بقت لدرجه ان سكالوني هو اللي ماسك الفريق.
انسى يا صديقي، او انت بتنسى كده اعمل لايك للفيديو. لو ما عجبكش فانزل اشتم في الكومنتات وقول ان انت من محبين منتخب الارجنتين، اللي بتشجع منتخب الارجنتين غير ما انت كنت تاخد اضافه مع فريق برشلونه ومع تشجيع برشلونه.